بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وألبسنا لباس التقوى خير لباس، رب السماوات والأرض ومالك الملك يوم العرض، وصلى الله على رسولنا الكريم والنبي العظيم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، أصحاب السعادة، مديري العموم، أيها الإخوة الأفاضل المحتفى بهم والمكرمين، أيها الجمع الكريم، من أين أبدأ يا عيون الشعر يا روح القصيد؟ من أين أبدأ والمشاعر ليس تبلغ ما تريد؟ في مثل هذه المواقف يعجز عن الكلام اللسان ويخفق بين الضلوع الجنان، وربما وأنتم لا تشعرون تسبل دموعها العينان. ما عسى مثلي يخاطب مثلكم، فالعين لا تعلو على الحاجب. أرى المشاعر تتناثر أمامي واجمة، والأفكار أراها هنا وهناك هائمة، كيف لا وهذا الحشد المهيب أمامي، ومن عظم الموقف أكاد لا أمسك قوامي. خير بداية لكل بداية كلام الله، أحق أن نستهل به حفلنا في آيات بينات يرتلها عليكم الأستاذ وليد باهويني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، ها هي الهيئة الملكية بينبع تطل من جديد وفاء وعرفانا لتكريم كل من خدموا في الإدارات التابعة لها في قطاعاتها المختلفة، تحفظ المعروف وتجزل به تقديراً لسنوات حافلة بالعطاء أفنى فيها المكرمون ربيع عمرهم وعصارة تجاربهم بكل تفان وإخلاص، باذلين كل غال ونفيس، مساهمين في نهضة بلادهم، متحملين في ذلك الأمانة الملقاة على عواتقهم تجاه دينهم ومليكهم ووطنهم. أيها المكرمون، نحن وإياكم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو أتته البقية بالمدد، عملنا سوياً بانتظام، وولجنا معكم حياة الأنس والوئام، فلكم الحب جله، ولكم التقدير كله، فنعم الإخوان أنتم، ونعم الزملاء أنتم، ومع سعادة مدير عام الموارد البشرية الأستاذ سعيد بن علي الغامدي في كلمة بهذه المناسبة فليتفضل مشكوراً. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، زملائي الكرام مدراء العموم، إخوتي مدراء الإدارات، أيها الحفل الكريم المحتفى بهم ممن انتهت خدماتهم و
وأكملوا ما يزيد عن 30 عاما في خدمة الهيئة الملكية بينبع، وممن أكملوا 25 عاما وانتهت خدماتهم حسب رغبتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفل تقاعد في قاعة مهيبة تنعكس فيها أضواء الشمعدانات على أعين الحضور، وفي موقف مهيب يقف فيه مدراء الجامعات البريطانية والشخصيات الأكاديمية، كما تقف أعمدة الإنارة في إضاءتها وشموخها، يقف الحفل الكريم في حفل لتقاعد السيد جراهام مدير إحدى الجامعات البريطانية بعد أن بلغ سن التقاعد. وفي أثناء الحفل يدعى السيد جراهام لإلقاء كلمته. يخرج السيد جراهام للحضور كقيصر، ويصعد لإلقاء كلمته بكل ثقة الدنيا، ويبتسم ابتسامة مضيئة كالشمس، ويقول: إنني أتقاعد من الجامعة ولم أتقاعد من الحياة. لقد وضعت لنفسي ما يزيد عن 20 هدفاً أسعى لتحقيقها خلال 10 سنوات القادمة. وبدأ السيد جراهام في كلمته يسترسل في الحديث، وبدأت كلماته تتساقط على الحضور كما تتساقط أعذب حبات وزخات المطر على المستمعين. يسترسل السيد جراهام في حديثه فيقول: إن الهدف الأول لي في حياتي القادمة بناء منزل على ما يزيد على 10,000 متر. وفي عام 1979 تتولى السيدة مارغريت تاتشر رئاسة الوزراء البريطانية، المرأة التي أكسبتها الوظيفة كثيرا من القسوة، فأصبحت تلقب بالمرأة الحديدية. شكلت السيدة مارغريت تاتشر وزاراتها التي تهدف من ورائها إلى تطوير البلاد وحرب الفساد، وكانت ممن دعتهم في التشكيل الوزاري جراهام كمستشار لها لإعداد السياسات للجامعات البريطانية. رفض السيد جراهام عرض رئيسة الوزراء البريطانية، معتذرا بأن لديه أهداف بعد حياته الوظيفية يسعى لتحقيقها. قالت السيدة تاتشر في عرض مفاجئ لجراهام: جميع أهدافك أنا كفيلة بتحقيقها. وخلال سنة واحدة، باستثناء الأرض التي سنعطيك إياها تزيد عن المساحة التي تطلبها، ولكن بعد وفاتك ستعود الأرض للحكومة، وافق السيد جراهام وبدأ في العمل بعد سن التقاعد. ووفقت السيدة تاتشر في اختيار جراهام، وحققت الجامعات البريطانية إنجازات لم تحققها من قبل. 1991 تقال السيدة تاتشر من منصبها، ويقال فريق العمل معها، وكان السيد جراهام حينها قد بلغ من العمر 72 عام. يعد حفل مهيب قام به مدراء الجامعات بعد أن وصل السيد جراهام إلى 72 عاما احتفالا بالسيد جراهام. يقف السيد جراهام كالطود الشامخ مرتجلا كلمته، ويبدأ في إلقائها قائلا:
لقد وضعت لنفسي 20 هدفا للسنوات القادمة. انقسم الناس في القاعة بين مبتسم ومنبهر ومذهول. أردف قائلا: أسعى لتأسيس مركز اتصالات. واسترسل في الحديث قائلا: يا سادة، في القرن 19 من سيطر على التوابل سيطر على العالم، وفي القرن 20 من سيطر على النفط يسيطر على العالم، وفي القرن 21 من يسيطر على الاتصالات سيسيطر على العالم. بعد سنوات محدودة بعد تلك الحفلة، خصصت الحكومة البريطانية للسيد غراهام جزيرة ينفذ فيها أحلامه ويقيم مركزه الذي يسعى لإقامته. لقد خرجت تلك الأحلام من رأس السيد غراهام إلى أرض الواقع. يا سادة، يا حضور، في الوقت الذي يكون فيه البعض بأحلامه وأمانيه وتطلعاته ونشاطه كالورق الجاف تحت الشجر تضرب به الريح عاصفة فيذهب هنا وهناك، كان السيد غراهام بعد التقاعد يعيش بأحلام طازجة كالورق الأخضر الذي عليه طل الندى، وبأماني دائمة ومستمرة تتفتح مع الأيام كما تتفتح الزهرة مع الشمس. لقد كان السيد غراهام يردد دائما: اليوم جميل وغدا أجمل. لقد اقترنت الحياة بالحركة والموت بالسكون، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. إنها دعوة لزملائي المتقاعدين إلى عبارة مفادها من التقاعد إلى الحياة. أهنئكم بحياتكم الجديدة، وأدعو لمن أمضى في خدمة الهيئة الملكية ما يزيد عن 30 عاما في خدمتها بالتوفيق والسداد، وأدعو لزملائي المتقاعدين بحياة ملؤها التوفيق والازدهار، وأطلبكم السماح إذا كانت الهيئة الملكية قصرت في حقكم من قريب أو من بعيد. ونحن في الهيئة الملكية مجتهدين بين مصيبين ومخطئين، فإذا أصبنا فلنا الأجر إن شاء الله، وإذا أخطأنا فإن شاء الله عند المولى مغفورين ولنا كذلك الأجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا المبارك، دعونا نصطف سويا لتحية سرب الصقور المحلقة التي لطالما حامت بكبرياء في سماء مدينة ينبع الصناعية، وها هي بعد أن هنهت مهمتها تقف بإجلال وشموخ الكبار على صروح الهيئة الملكية بينبع أكملوا فيه البنيان، ومع قصيدة مدينة من جمال مع شاعرنا المتألق الأستاذ وليد مسملي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبد الله النصيف، أصحاب السعادة مديري العموم، أصحاب السعادة مديري الإدارات، الإخوة المحتفى بهم المتقاعدين والذين أكملوا 30 عاما في خدمة الهيئة، إخواني وأصحابي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مناسبة من أجمل المناسبات التي يمكن أن يتحدث فيها الإنسان، لأنها دليل على النبل والوفاء واحترام للجهود التي بذلت من أجل هذا الكيان الكبير الهيئة الملكية بينبع. مدينة من جمال، يا لهذا البنيان
يا لهذا البنيان من بنياني يكتب الفخر في جبين الزمان. هذه الهيئة التي في رؤاها تتجلى براعة الإنسان. سر تلفت في يمنة أو شمال كي ترى الحسن ماثلا في المكان. أو فأغلق عينيك واسمع صداها يأتك الصوت مالئ الآذان. نشوة للكمال يحدو خطاها عمل متقن وسحر الأمان. كيف قامت مدينة من جمال وتزيت بالمنجزات الحسان؟ كيف أمست قصيدة من جمال أو خيالا كلوحة الفنان؟ أو تهادت لحنا طروبا فريدا منه تزهو عذوبة الألحان؟ فأتاني الجواب: إن المعالي برجال تبنى وبالإيمان. زمرة من معاشر أوفياء قد أجادوا بغاية الإمكان. لبسوا للتقاعد اليوم ثوبا سندسيا مزين الألوان. أو كرام أمضوا 30 عاما يخدمون البلاد في إتقان. جهدكم لن يضيع، جهدكم لن يضيع، كل تفان للمعالي يظل في الأذهان. ها هي الهيئة اليوم تسعى لتجازي الإحسان بالإحسان وترد الجميل بعض جميل. ولد الله أجركم في الجنان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. حفلنا الكريم تمضي بنا السنون لوداع أيام آفلة لتبقى في صفحات قلوبنا بقايا ذكريات لا تنسى، بل تصبح نوراً ساطعاً للفؤاد يضيء دروب الحياة. أيام حفرت في خلدنا أوقاتاً رائعة ولحظات سعيدة، ومع هذه اللمحة الموجزة عن المكرمين.
حفلنا الكريم. ها نحن اليوم نبثكم الشجون ونهديكم كلمات بدادها دمع العيون. في الله أحببناكم وعلى طريق الخير عرفناكم، وها هي الأيام تنقضي وما نكاد منكم نرتوي، لكنها سنن الله في الكون. مع كلمة المحتفى بهم من الذين انتهت خدماتهم يلقيها الأستاذ عادل محمد مغربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، مدراء العموم الأفاضل، أيها الإخوة الكرام، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا مضت الأيام والشهور والسنون في إنجاز وتطوير ومساهمة فعالة ضمن هذه المنشأة، ووصل القطار إلى محطته الأخيرة، بل إلى محطته الأولى، لتسير المسيرة من جديد مع جيل جديد في الإبداع والتطوير. نعم إخواني الأعزاء، قارب الوقت نهايته، ولكن العطاء والمحبة الصادقة والتعاون لا ينتهي، والتطلع للسمو والقمة لا ينقطع. فقد احتوانا هذا الصرح الشامخ في جو مفعم بالعطاء والمحبة والرغبة الأكيدة في الوصول للهدف، وعلمنا أن نستمر في الجهد للوصول لذلك الهدف. هي لحظات الفراق على ناحية الطريق التي ستفارق فيها أعز الناس، لكن هي الحياة دائما كما تعلمنا وكما تمر بكل الناس في كل زمان ومكان، قربة وحنين، فراق ولقاء. إن الحياة المهنية التي قضيناها أنتجت بحرا من التجارب المستخلصة من دروس ممن سبقونا في المهنة. إخواني المتقاعدين، مرحلة نعيش جوها، إما ببلوغها أو بالعيش مع من بلغها، لتمضي سنة الحياة ضعف ثم قوة ثم ضعف، جيل يعقبه جيل، لتتم سنة الاستخلاف وعمارة الأرض، ليحل موظف مكان موظف آخر. ولكن ذلك ليس حكم على الإنسان بالموت ولا منع من العطاء في ميادين أخرى كما يتصوره البعض، ولكنها مرحلة من مراحل العمر لها جمالها وعطاؤها. فالتقاعد هو في حقيقته انتقال من مرحلة إلى أخرى من العطاء والعمل والبذل. يقول تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. فصاحب الهمة العالية إذا بلغ هدفاً بحث عن آخر ليصل إلى مبتغاه، ولا يوقفه عن ذلك إلا توقف أنفاسه. فلئن توقف دوام الرسمي فلن تتوقف عجلة النفع والانتفاع بالعمل الصالح. إخواني، إن بلوغ هذه السن نعمة عظيمة من الله ينبغي شكرها واستثمارها للتزود بالأعمال الصالحة. إخواني، هذه نهاية المطاف لي كموظف، لكنها بالتأكيد لن تكون نهاية لمعرفتي بكم واعتزازي بصداقتكم بكل المحبة والاحترام. إن من أثمن ما كسبناه من هذه المؤسسة وسنخرج به هو الاحترام، نعم الاحترام في قلوب الجميع، وهي نصيحتي لكل فرد في بداية مشواره المهني بكسب هذه الميزة ويتحلى بها، فهي وسيلة عظيمة للتواصل وكذلك الانضباط، فهو الطريق نحو النجاح والإتقان، وكذلك حسن المعاملة والخلق الطيب من أهم ما يساعد على النجاح. فهي وصية من قلبنا أحبك، وأسأل الله المولى عز وجل التوفيق والنجاح لكم من ساهم ويساهم في البناء والعطاء. وأخيرا نقدم شكري وتقديري لكم من ساهم في الإعداد لهذا الحفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم، ها نحن نلملم من الفكر الشتات، ونسأل الله العون والثبات، فنخط كلمات الترحيب حيث النفوس بها تطيب. حسبنا أنها عربون محبة صادقة وأحاسيس مودة ناطقة. حفلنا الكريم، العطاء نهر لا يتوقف، والتميز معين لا ينضب، وهذا هو دأب رواد العطاء، خبراء التميز لثلاثة عقود مضت
ومع كلمة بهذه المناسبة مع الأستاذ أحمد جان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سعادة الرئيس التنفيذي دكتور علاء بن عبد الله نصيف، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد شرفني زملائي بأن أنوب عنهم في إلقاء كلمة، والذين قضوا سنوات حافلة في خدمة الهيئة مليئة بالعز والاعتزاز والخبرات المتراكمة في العمل. إننا اليوم نتقدم بالشكر الجزيل للهيئة الملكية بينبع على هذا التكريم، متمنين هذه اللفتة الجميلة من كيان متميز عملنا فيه سنوات جميلة قضينا فيها أجمل أيام عمرنا. أيها الحفل الكريم، أتقدم نيابة عن زملائي المكرمين بالشكر الجزيل لسعادة الرئيس التنفيذي على اهتمامه ورعايته لهذا الحفل، متمنيا لكم جميعا مزيدا من العطاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما كتبنا لكم من كلمات ونثرنا من حبر أقلامنا، فإننا عاجزون عن التعبير عما تكنه قلوبنا من مشاعر نحوكم، فذكركم لحن يطربنا، والأيام التي أمضيتموها معنا في هيئتنا الملكية ستظل في ذاكرتنا الخالدة. ومع كلمة راعي حفلنا سعادة الرئيس التنفيذي الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخوة الزملاء المكرمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يشرفني أن أتحدث إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وزملائي بالهيئة الملكية بينبع، ونتقدم لكم بخالص الشكر والعرفان والتقدير على ما بذلتموه من عطاء مميز في خدمة الهيئة الملكية وخدمة الوطن. أيها الإخوة الكرام، إننا اليوم نحتفل بتكريم الزملاء ممن انتهت خدماتهم، والزملاء ممن أكملوا 25 عاماً وانتهت خدماتهم حسب رغبتهم، والزملاء ممن أكملوا 30 عاماً في خدمة الهيئة الملكية. لهم منا تحية، تحية احترام وتقدير وعرفان، احتراما لسنوات أمضوها وعمر وعمل أثرى به المكرمون مسيرة وطنهم. تحية اعتزاز لرجال لا تزال بصماتهم واضحة في الهيئة الملكية بينبع، رفعوا الراية بأمانة وشرف وسلموها بشرف، لن ننسى إخلاصهم وحماسهم. كان لكل واحد منهم تاريخه الوظيفي، المشرف والمشرق، المشرف والمشرق، وخدمته العملية التي تميزت بالعطاء والتضحية. ونكران الذات في سبيل أداء الأمانة التي حملوها في مختلف مواقع العمل بالهيئة الملكية التي خدموا فيها. وما هذه المناسبة إلا تعبير صادق عن تقديرنا لمرحلة من مراحل عطائكم الوظيفي الذي أخذ جزء كبير من وقتكم. هذا العطاء الذي ساهمتم من خلاله في نماء وتطوير الهيئة الملكية بينبع، الصرح الذي نفتخر جميعا بانتمائنا إليه والتشرف بخدمته. في الختام، أسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة وأمنها واستقرارها، ويحفظ أهلها من كل مكروه، راجيا من الله للجميع التوفيق والسداد.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. شكرا لكم. نأتي الآن مع تكريم أولا الموظفون المتقاعدون الذين وصلوا إلى سن القانوني 60 عاما. عمرو بن حسين صلاح جمجوم، تقدم ابنه لاستلام الهدية. أستاذ أسامة بن طلال عبد الله الشريف، الأستاذ مانع أحمد اليامي، الأستاذ ناجي عواد خريشي، الأستاذ عبد الله محمد أسطى، الأستاذ أحمد خالد شيخ، الأستاذ عبد الله حتيرشي، الأستاذ عبد المجيد مساعد الحافظي، الأستاذ عبيد أحمد كرسوع، الأستاذ عادل محمد مغربي، الأستاذ محمد بلية القحطاني، الأستاذ سليم بن سالم العمري، الأستاذ عباس محمد مرزا، الأستاذ عطية بن جحيش المولد، الأستاذ لافي محسن العروي، استلمها بالنيابة زميله مطران الجهني، الأستاذ رزيق مرزوق حامد الحربي، الأستاذ مصطفى بن البكر الهوساوي، الأستاذ سعيد أحمد الزهراني، الأستاذ مفرح مناور الرفاعي، الأستاذ سمير سمران العيوبي،
ثانياً الموظفون الذين أمضوا 25 عاماً فأكثر في خدمة الهيئة الملكية وتم إنتاء خدماتهم حسب رغبتهم، وهم الأستاذ حامد بن يحيى الجهني، الأستاذ حسن عبشان العمري بالنيابة عنه الأستاذ سلطان البلوشي، الأستاذ منير بن شفيق ناظر، الأستاذ عبد الله بن معتوق الطويرقي بالنيابة عنه ابنه، الأستاذ إبراهيم بن شاكر كشك، الأستاذ طلال بن محمد سعيد نيابة عنه الأستاذ عبد الله الأسطى، الأستاذ فوزي بن سليمان شاهين بالنيابة عنه الأستاذ محمد الزهراني، الأستاذ عمر بن قبل الرحيلي نيابة عنه ابنه عبد الله الرحيلي، الأستاذ موسى بن حميد الهلالي، الأستاذ عبد الحكيم بن محمد سليماني، الأستاذ عبد الله بن محمد الشنقيطي، الأستاذ سلامة بن سعد العنيني، الأستاذ سالم بن ناصر العبيدي، الأستاذ يوسف بن عبد الواحد سندي يستلمها بالنيابة عنه عيسى عشي، الأستاذ دخيل بن سعد الجهني، الأستاذ موسى بن غريب الصبحي، الأستاذ جمال بن أحمد شركار، الأستاذ فهد بن عبد المحسن المحمدي، الأستاذ جميل بن عطية الله الثقفي، الأستاذ عبد الرحمن بن صالح الجباري، الأستاذ علي بن صالح الزهراني بالنيابة عنه صلاح عبد الله البلوي،
الأستاذ عبد الله بن رجل الله الرجبي، الأستاذ محمد عطا الله الحبيشي، الأستاذ محمد مهنا الشيباني، الأستاذ فهد بن سلطان الفهاد نيابة عنه مؤيد فاروق، الأستاذ داغر بن عياش العلوني، ثالثا الموظفون الذين أمضوا 30 عاما في خدمة الهيئة الملكية، الأستاذ خالد بن محمد عبد الكريم، الأستاذ علي بن سالم باجنيد، الأستاذ مصطفى بن صالح فارسي، الأستاذ راجح بن عبد الرحمن السناني، الأستاذ عبد الله عبيدة الله الشريف، الأستاذ أحمد بن عبد العزيز جان، الأستاذ أحمد بن عبد الله الخليفي، الأستاذ عبد الله بن سليمان الصبحي، الأستاذ أحمد بن عبد الكريم جاوي، الأستاذ عبد الله بن مسفر الصبحي، الأستاذ علي بن سالم المطرفي، الأستاذ سالم بن فاضل الحربي، الأستاذ دخيل الله بن مبيريك العمري، الأستاذ عبد العزيز بن جميل الرفاعي، الأستاذ مبارك بن عمار المحياوي، الأستاذ حمد بن إبراهيم الحربي بالنيابة عن خليل الحربي، الأستاذ ناصر بن عيد الجهني، الأستاذ وليد بن علي النجار، الأستاذ سند بن عويض المطيري، الأستاذ وجدي بن حسن حلواني، الأستاذ خليل بن عبد الله الحربي، ها نحن نأتي وإياكم إلى ختام حفلنا المبارك
بين أفياء حديقتنا وزهرات بساتيننا وأريج زهراتنا بعد أن طوفنا فيها سويا. الآن مع صورة تذكارية للجميع. الحمد لله الذي جمع شملنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا لقاء قريب بإذن الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.